هلا ومرحبا بكم متابعين قناتنا الكرام. لا تنسوا عمل لايك وتفعيل الجرس والاشتراك في القناة، واللي لسه ما عملش اشتراك ارجو منه الاشتراك وعمل لايك وتفعيل الجرس علشان ان شاء الله يوصلكم كل جديد من قناتنا وتقديم كل ما ينال اعجابكم. نبدأ ونقول بسم الله. حكايتنا النهاردة بتقول ايه؟ كان في مرة شاب جميل وشيك جدا وطويل، طويل كده وعريض وميسور الحال. كان فكر ان هو يتجوز بفتاة جميلة جدا متدينة، وبعد الفرح الدنيا بقى كانت مبسوطة وهيصة وكل الناس فرحانة، وهو العريس والعروسة فرحانين جدا ان ليهم فرح جميل زي ده، والعروسة كانت مشتاقة جدا ان هي تروح مع جوزها علشان يجمعهم بيت واحد، لانها معجبة بأخلاقه وبأسلوبه وبطريقته المتزوقة وكلامه المعسول. فقالت الحمد لله ان ربنا اكرمني بزوج زي ده جميل. وبعد كده سألته امال فين ماما، على امه يعني. فقال لها هي اكيد قاعدة ورا في الفرح. استغربت جدا، طب ليه مش موجودة جنبك مع ان انا وامي واخواتي كلهم جنبي؟ ليه انت في حاجة ما بينا انت مزعلها؟ لا 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 خالص، بس هي ممكن تكون قاعدة ورا بس ايه، تعبينة شوية او مستغربة بس علشان الدوشة او كده. فطبعا الكلام غير مقنع خالص، فما صدقتهوش او حاولت تعدي الموضوع لحد ما تقعد معاه وتتفاهم. فقالت له على كل حال احنا قاعدين في شقتها، وانا اكيد هتكلم معاها كتير وهشوفها هي زعلانة من ايه، ولو زعلانة من حاجة احنا لازم نراضيها ونشوف هي ايه اللي يراضيها واحنا نعمله انا وانت. ودي من النهاردة اوعدك انها زي امي ان شاء الله. قال لها طبعا، وانا هلاقي فين واحدة زيك وامي موجودة وعلى طول هنروح ان شاء الله نلاقيها. وبعد كده دخلت الشقة العروسة الجميلة وسألته الله هي ماما لسه ما جاتش، ليه اتأخرت؟ قال لها لا مفيش مشكلة، دلوقتي تيجي، ممكن بس تكون السكة زحمة ودلوقتي زمانها جاية. قالت له الوقت متأخر، ازاي احنا ما خدناهاش معانا؟ قال لها ما انت كنت شايفة القاعة بقى مليانة ودوشة وانا ما عرفتش اتكلم معاها، وعلى العموم اهدي كده وهي زمانها جاية. فقالت له ايه طيب ماشي، انا على العموم هخش اقلع واحضر عشاء علشان اكله انا وانت. فهو دخل بالفعل قلع البدله بقى الشياكه بتاعته، وهي قلعت فستانها الجميل الشيك، وابتدى العريس يحضر الاكل الجميل هي وهو يحضروا الفواكه بقى والمحمر والمشمر والحاجات الجميله اللي اهلها عاملينها لها. فقعدت تستنى، وبعدين ماما ما جاتش ليه؟ هي انا قلقانة عليها. طيب اقول لك حاجة، انا هستنى ماما لما تيجي علشان تاكل معانا، وكمان انا ما اكلش من غيرها. راح قال لها لا لا سيبيها، هي ممكن تاكل اي حاجة. وبعدين كده رجعت العروسة وخدت في نفسها كده وقالت له لا والله انت ما تلمسنيش من النهاردة، انت ازاي هاين عليك امك ما تكونش موجودة قدامك، وكمان ما تاكلش من الاكل الحلو اللي احنا هناكل منه. قال لها يعني ايه انت عايزة ايه دلوقت؟ في حد في ليلة زي دي يتكلم عن الام والاب؟ قالت له طبعا، بقول لك ايه طلقني. استغرب جدا، ايه العروسة الغريبة دي اللي بتقول طلقني في يوم الدخلة؟ قالت له ايوة انت انسان عاقل امك، انا ما اقدرش اسلمك نفسي وانت اصلا عاقل امك، دي اعطيتك شقتها وكل حياتها وضحت بحياتها عشانك. وبالفعل صممت العروسة على الطلاق، خلاص الانسان ده ما ينفعنيش، هي بالنسبة لها ده عاقل امه. وبعد فترة كده، بعد فترة قصيرة، رزق العروسة دي بزوج صالح تاني زيها بالظبط. هي انسانة كانت جميلة وصادقة وجواها جميل جدا، فبجد ربنا رزقها بزوج صالح ليها وعاشت معاه
في أيام جميلة وسعيدة، وكانت هي لي كل شيء وهو ليها كل شيء. ربنا رزقها منه بالأولاد، بنات وبنين، وعاشت زي الملكة وسطهم. وسط ولادها كمان ايه، كانت حاجة كده جميلة جدا. وفي يوم كانت الأم والأولاد أخدوها علشان يتمشوا كده ايه في جنينة قريبة قدامهم، فوجدوا راجل قاعد كده على جنب مريض وغلبان قاعد على الرصيف. راحت رايحاله عروستنا بقى الجميلة الحاجة، بقى كبرت طبعا وجابت عيال تديله حسنة. ولكن المفاجأة انه اول زوج اتجوزته واتطلقت منه، وعلى طول عرفت شكله بعد كل السنين دي. عدت كل السنين دي وما نسيتش شكله، اه طبعا ما نسيتش شكله. فراحت له، ايه ده، ايه اللي عمل فيك كده، وايه اللي حصل لك، وايه البهدلة اللي انت فيها دي انت كنت شاب جميل وميسور الحال. قال لها، اولادي لم يبروا بي، ما بروش بيا. قالت له، انت مين اللي ما برش بيك، انت اللي ما برتش امك، عملت انك على انت اللي ما برتش بوالديك. فاكر في الليلة اللي احنا اتطلقنا فيها عرفت انك عاق بوالديك، فخفت منك جدا، هتعمل فيا زي ما عملت في امك. ودلوقت بص انت فين وانا فين، انا عايشة ملكة متوجة وسط عيالي، وشوف انت حالك بقى ازاي، انت حالك بقى اسوأ وهتفضل في الاسوأ، علشان انت جيت في يوم نسيت امك، اكلت وما عرفتش هي جعانه ولا شبعانه، نمت في حرير وبقت تصرف فلوس كتير، وكانت امك تعبانه وفقيره ما بصت لهاش. دلوقتي هو ده حالك وده عقاب ربنا. اللهم احفظ ابائنا وامهاتنا ومن قال امين. ودي حكايتنا النهارده، حكاية جميلة ومؤثرة بالنسبة لي، وإن شاء الله تكون مؤثرة بالنسبة لكم. ما تنسونيش بقى يا حبايبي بالاشتراك على القناة وعمل لايك وتفعيل الجرس، علشان يوصلكم إن شاء الله كل جديد من فيديوهاتي المتنوعة والشيقة. ولكم مني جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.